مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد اليوم من صريح جدا. موضوعنا اليوم راح يكون موجه للمرأة كما تعودنا. زوج يذهب إلى العمل دون فطور وزوجة نائمة، كيف تسمى هذه الزوجة؟ أروحوا معي نشوفوا هذه الإجابات. حاجة بصراحة، وش رأيك في المرأة اللي ما داش قهوة تصبح راجلها؟ لا، ماهيش مرأة. السيفر الراجل يبغي قهوته ويبغي صوالحه ويبغي يبغي ماكلته، يبغي شرابه، يبغي لازم تنوض معاه بكري. تنوض معاه بكري. علاش حال لازم تنوض معاه؟ ياه، علاش حال؟ على الستة، ستة ونص لازم تنوض دير له قهوة، دير له قهوة وتسرحه يروح. هيا ومن بعد هو يروح وهي تقعد تقضي في صوالحها. واه، تنوض المرأة، لازم تنوض، لازم. لا بغات تعبك لي تدركها تنوض، هي اللي تنوض وتوجد قهوة راجلها وتوجد هدية. واش رايك في المرأة اللي ما طيبش قهوة صباح راجلها؟ ماشي مرأة، بس كل اللي ما تبغيش راجلها ما طيب لاش قهوة صباح راجلها. جايحة وما تقعدش عنده. أيوة، اللي ما طيبش قهوة راجلها ما هي مرأة. المرأة اللي ما تروحش طيب راجلها القهوة ما تقولش معاها ماهيش فحلة. نورمالمون هي ومخرج تاعو يخرج على السبعة، تنوض هي بساعة قبل ولا نص ساعة، ودي له قهوة توجد له سني، بغات يشرب بغات ما يشربش، ليسونسيال تحطها له. هذه احنا عندنا هكا الميدة تاع الصباح اللي تكون واجدة قهوة الصباح، سواء ولادها سواء راجلها. مش تسميها كيما ما تنوض الصباح؟ سكو هذه ماشي مرأة، ماشي ساجية، ماهيش عينها في الأسرة تاعها، ماهيش. واش تنصحيها؟ نصحها نقولها ربي يهديك ولها براجلك إذا تزوج عليك، معليش حلال فيه. هي إذا راهي باغي تحافظ على الزوج تاعها الفو تنوض الصباح على بال توجد له قهوة، توجد زعما تقوم به باللازم، بكوشي بالدراري بالدار ايتو. نورمالمون تنوض ودير القهوة ودير ويروح يخدم ولا خر، وهي ربت بيت. وانا لما بغيت طيب لي كنا نطيب روحي، نطيب روحي. لا ما ديري لها والو؟ لا ما نقول لها والو، بقيتيها تخرجني. اذا قلت لها ايه ما تخرجني، انا طيب فنجان قهوة روحي خلاطة وندير فيها العرق وندير فيها، ما نساش على قهوتها تاع صفاي. او نظل نقارع لها، لا نظل نقارع لها وهي راقدة. لا، كاين اللي تصبح مريضة، كاين اللي ما طيقش، كاين كل وحدة والاخر تاعها، كاين اللي طيق تنوض تنجم، كاين اللي ما تنجمش، كاين كل وحدة. ولازم تنوض ولا على حساب؟ وعلى تنوض، ولا كانت عيانة ولا كانت مريضة ولا كانت حاملة ولا كانت، وعلى تنوض بالسيف وراهي محطوطة في الكتاب. كاين المراه اللي تتفاهم مع الراجل، يقولها زيدي رقدي وانا نشرب برا. كاين اللي يبغي الراجل يبغي القهوه تاع برا، انا نطردهم كاع، انا ما خليهم جاي يقعدوا لي ما يطيبوش القهوه. تبغي تروح تبغي ما تروحش، تاع دروك ربي يسعفوك وينوضوا لك ما ينوضوا لكش. هاي امراه كسوله، شو باغي نقول لك؟ هذا ما كاينش معاها، لازم تنوض. واه سي سيغ، يعني هذا واجب تاعها، حقها على راجلها. كاين اللي تروح وكاين اللي ما تروحش. هيا كي تقوليها، تقولها نوضي بالسيف، ها خليها ترقد وصاي، شو باغي ديري لا احنا بكري نوضوا بكرو مع العجايز وبكرنا وطيبنا وخبزنا وفتنا وكل شيء نديرو. دركو ما كل شيء واجد، كون هو يقولها نوضي تنوض، كي هو يقولها ارقدي ترقد. كاين اللي طيق تبكر، كاين اللي ما طيقش تبكر حتى للتسعه الثمانيه تنوض في حالها، وعليها راهي مزيره. ماشي زعما تخليها هكا حتى يدير عليها مرة واحدة أخرى، هذه هي اللي نقدر نقولها لك. لازم تتعب عليه الصباح وتنوض، تتعب عليه الراجل مهما تزوجت به هي شريكة حياته، معناتها تتعب عليه. تكون حربية مع راجلها. كيفاش حربية؟ تكون واقفة مع راجلها، طيب له قهوة وتكون واقفة معاه وتمد له وتكون واقفة معاه. كما شفنا مشاهدينا، كان هذا هو موضوعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال إعجابكم. بقوا على خير في العدد القادم إن شاء الله.